مشاهدينا الكرام، ينضم الينا هاتفيا الاستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريده الشروق. اهلا بحضرتك استاذ عماد. اهلا بك يا فندم. اذا يعني اجتماع مهم للمجلس الاعلى للقوات المسلحه اليوم برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب الحادث الارهابي في غرب سيناء. كيف قرات اهم توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصه بضروره استكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الارهابيه، وايضا تنفيذ كافه الاجراءات الامنيه التي تسهم في القضاء على الارهاب بكافه اشكاله؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومره اخرى خالص العزاء لكل مصر في هذا الحادث الصعب. اجتماع اليوم في منتهى الاهميه كان امرا متوقعا ان يكون هناك تحرك مصري على اعلى المستويات عقب هذا الحادث الارهابي والاجرامي. التوجيه الرئيسي او الاساسي النهارده في هذا الاجتماع من الرئيس لمجلس اعلى القوات المسلحه والقاده الميدانيين وللجيش المصري عموما وللشرطه هو استكمال تنفيذ تطهير سيناء من الارهاب. نعلم تماما ان كانت هناك خطوات جاده واستمرت، وبالفعل كنا قد قطعنا شوطا كبيرا كدوله وكجيش وشرطه ومجتمع في قرب اعلان سيناء خاليه تماما من الارهاب، وشاهدنا في الايام الماضيه جزء كبير جدا من مظاهر عوده الحياه الطبيعيه لشمال سيناء، خاصه في المثلث رفح الشيخ زويد العريش. الحادث الذي وقع بالامس خلال باستهداف مجموعه من الارهابيين بمحطه رفع المياه في غرب سيناء هو حادث صعب وسيء ومحزن ومؤذي لمصر، لكنه عليه او علينا الا ننسى ان مصر نجحت في توجيه ضربه كبيره جدا للارهابيين، واظن تم ضرب العمود الفقري. ان يحدث حادث هنا وهناك يعني طبعا مره ثانيه هذا حادث صعب، لكن علينا الا ننسى اننا يعني عملنا شيء جيد وكبير جدا في سيناء، وعلينا ان نستكمله باسرع وقت. نعم، اننا في حرب مستمره ضد الارهاب. نعم. طيب نعم. استاذ عماد، يعني جاء في بيان اجتماع اليوم المجلس الاعلى للقوات المسلحه برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت اشاده ايضا على ذكر حضرتك ايضا بجهود القوات المسلحه سواء على صعيد مواجهه الارهاب في انجاز المشروعات التنمويه بالتعاون مع الاهالي الشرفاء. كيف رايت او قرات هذه الاشاره؟ هذه اشاره تعكس جزءا كبيرا من الواقع. من يتابع الحياه، من يتابع ما حدث في سيناء خلال الفتره الاخيره وربما منذ بدء العمليه الشامله لتطهير سيناء من الارهابيين، سوف يلمس مدى الجهد الكبير الذي بذل على مستويات كثيره، من اول توفير المواد التموينيه، الخدمات من مياه وكهرباء، المدن الجديده، مدينه بئر العبد الجديده، الطرق التي تم تمهيدها ورصها او ترميمها، الكثير من البنيه التحتيه اتعملت في المزارع والبيوت الريفيه البدويه. صحيح. الدولة يعني انفقت كثيرا، وهو انفاق حسن لانه استثمار في المستقبل، وهو ايضا رد لجزء من جميل اهل سيناء الشرفاء والمحترمين الذين دفع كثير منهم حياته، خصوصا بعض اهم رؤساء القبائل دفاعا عن مصرية سيناء ودفاعا عن وطنيتها وتصديا لهذه الهجمة المتطرفة. صحيح. وبالتالي حينما تقوم الدولة المصرية بهذا الاستثمار الكبير في سيناء فهي يعني ده جزء من الامن القومي المصري بمفهومه الشامل والحقيقي، لان تعمير سيناء واستيطانها وزرع مستوطنات بشريه كبيره في هذا المكان الطيب والطاهر من تراب مصر هو افضل يعني تطبيق لمفهوم الامن القومي الشامل. صحيح. حتى لا نعطي الفرصه للذين يراهنون او راهنوا كثيرا وفشلوا في الماضي وسيفشلون في المستقبل على فصل سيناء عن الوطن الام. صحيح. شكرا جزيلا لك الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، كنت معنا في نشرة التاسعة.